مشاهدينا لسلامتكم، مرحبا بكم في عدد اخر من برنامج وش رايك فيا. ضيفي في هذه الحلقه هو ممثل وفنان جزائري، يعني انا ما نقدرش نقول لكم شكون هو، ما باش اسكو عقلتوه بداره ولا لا نخليه يهضر شويه باك تعقلوه. مرحبا بك حبيبي. بيك مرحبا خويا ياسين، واش راكم صافا لاباس؟ سميش اليوم عندنا في بليده. بيعت شويه راه ما في بليده، مرمى ما عرفتوه بصوته. وراه معنا امين عبد اللي او امين هتلر. مرحبا بك امين. السلام عليكم، مرحبا بك خويا ياسين. اليوم راح نحبطوا للشارع مشاهده الافاضل وراح نسقسوا المواطنين مع امين عبد اللي على امين عبد اللي ونشوف رده فعلهم. امين، راك متقبل كل ما هو ايجابي وسلبي؟ بيان سور، الفنان لازم له يتقبل كل شيء. يقعد يسعم ويسي يضحك ما يضحك. هذه هي. راك واجد؟ راني واجد خويا. يلا انا وياكم وامين نروح نشوف رده فعل الناس على امين عبد اللي ولا نعوده. يلا ليدا سي لو بيرسو دي زارتيست كاع. شوف سلوى فاريا فيري دازا بونجي لي زونسيان كاع لي غران زارتيست اغرو تسوي صالح. انا نعطيك اسم وانت قول لي ويا لي نوفو منهم. صح، كون نقول لك امين عبد اللي. امين عبد اللي سان فوازان جاري، نعرفهم كاع، سي اون فامي نوطابل. اسمح لي خويا علم راك تهضروا، ما سمعت. عبد اللي، امين عبد اللي. ايه فنان هذا. ما كان والو. دوك انا عطيت مون افي، جي دوني مون افي. دوك انا بون، انا بو ماست بون ارتيست. بيان سور، تاع لافي تاعك، انا لافي تاعي. تاع المستقبل. سي لافونيغ هو. هو دوك هي هو سي سون افي، راهو يقول سيد هذا هي سا. جو ريسبكت سون افي، كل واحد لافي تاعه. اش ما يعجبكش؟ يلعبها شويه، شغل فانفارو، شغل. هو سي سا هذاك، ولا يلعبها شويه، ولا سي سا بيرسوناليتي، سي بالك لو رول تاعو سا دوموند سا. بصح هو كيلعب يلعب سبونتانيمون، اللي سبونتاني في لو جو ما عندوش هذيك يزيد من عنده. اللي كوم سا ميم دون لا في، باسكو انا نعرف كان في لوبيتال. صح، هو سي تكنيسيان. بالك هو دوكا راه يشوفينا كاخر رساله، واش تقدر تقول له؟ بون، واش نقول له؟ نقول له ان شاء الله يكون بخير. انا صافي لونتون ما شفتوش. ولا سيت انا مينا خاوتو حبابي، ومنعرف حتى باباهم الله يرحمه، ما نعرف لا شي برا في قيد الحياه الله يرحمه. فوالا وليت حومتي انا، وليت طريق لاكار. فوالا كنت صح. واش نقول له؟ واش نقول له؟ ان شاء الله تنجح في المسيره تاعك ارتيست، وان شاء الله، وان شاء الله ربي يطول عمره ان شاء الله. يا خويا هذا رايك، وهذا الانسان هذا يعطى رايه وانا نعطي رايي. هذا ثاني سيت ان طاب دو بليده، هذا سي من ضيف الله، الناس معروفين، ولاد بليده. هو ما عقلنيش مساء. انا نقول له شكون يا عبد على هذا سواتك انت يا خويا. الله يحفظك. والله صافي ما فهم وين يشوفني ميسون. والله ما صافي لونتو ما شفتوش. دونفون كنا نتلاقاو. نو ما انسان ما شاء الله. امين عبد اللي ما نعرفوش. وانت؟ ما نعرفوش. نعرف انس عبد اللي. صح، ماشي انس عبد اللي، هذا امين عبد اللي ويقولوا له امين هتلر. ما لا اوكين ايدي. هذاك اللي دار في دار العجب. ايوا هذاك هو. عقلتيه دوكا يشوف هذه الحصه وهذا البرنامج، واش تقدري تقولي له؟ نقول له كل توفيق لك، المزيد من النجاح ان شاء الله، وربي يحفظك ان شاء الله. وانتي؟ نقول له ربي يوفقك ان شاء الله. هذا ما كان، ما عندكش انتقاد هكا؟ لا ما تهضروا. امين عبد اللي واش يقول هذا؟ يمثل يمثل. ما درنا والو هذا. قالك ما درنا والو. هو هذا هو. رحتو تما عقلاتك جاراتي باسكو هادو سيمي فوزي نورمال. شوف شوف، هذه عقلاتك وهذه ما عقلاتكش. والله ما عقلتنيش، كنا ما نعرفش لو نون تاعو. بصح هكا كنا نشوفو هكا في ويتشو نعرفو، سي جارنا كل يوم نشوفو ندوز عليه. نقول له بلي نحبوك بزاف، دارنا كامل يشوفوك، تمثيلو بزاف هايل، ونتمثل نتمنى لك كل توفيق ان شاء الله. وانت؟ نقولوا نحبك بزاف، والتمثيل تاعك بزاف شباب، ونتمنى لك كل التوفيق. ما كنت ننتظر فيها، الحمد لله. واقيلا انت ترشح يا مير يا ديبيوتي. ان شاء الله ان شاء الله يفوطيو عليك على كل حال. يلا نكملوا. انا داكور كفنان. واش رايك فيه؟ نو ايه كفنان مع بواسمو هذاك قولي عليه الحاج الاخضر مول العماره. هو مثل بزاف معاه. ايه مثل معاه، مثل هذا تاع امين. عيان هذا ما كان والو خو. ما كان والو، عيان هذا.
ايه منا بليده وكان يخدم في بومبو. راهو يقول لك عيان. نو نو لا ما نشارك معاه. هذاك واسمو الحاج اللي خدمو العماره دار معاه واسمو قول لي غير كيما شفتو ثاني يا ربي. العفو العجب شفتو. لعب لعب بزاف. عجبك انت؟ مين داك؟ مين داك؟ كيما نقول فيه. يعطيك الصحة الحاج جمال. أنا ثاني نشكرك وأنا هو الإنسان اللي كيتهضر. شت معك يا أخي ما هدرتش فيك حاجة دونية. صح لا لا. درت لي مالا كاميرا كاشي. بارك الله فيك. زي ما قلت لك والو. أمين عبد الله. أمين عبد الله. أمين عبد الله. بالك بارفي نعرفه سيري سارتون. نوريك صورته. معليش يلا نوريك صورته. وي شكوني؟ حبيبي مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك. كنت انسيستي باش تجوز قلت لي انت فنان. فنان نعم. واش قلت لي؟ فنان. ايه؟ فن ارت جيستيفاي هير سيلف اكزيستنس. استادير الفن يبرر وجوده بنفسه. ما نقدرش نبرر لك كي نقول لك انا فنان. استادير انا فنان. الله يبارك. ديسبيري كرياتيف. الله يبارك. ثينكينغ شويه ثينكينغ اوت ذا بوكس. تخرجي بصح ما بالكش قلت لي الماريكا انا باش. ايه كلاسي 3ايام انترناسيونال مو في لاس فيغاس في كومبيتيسيون اسمها ماكارت. تا واش هاد الكومبيتيسيون؟ كومبيتيسيون دارت دي طابلو هكا شغل ترسم ماشي نديسيني. كان دي ديفيرونس بين ديسيناتور والارتيست. صح انت ارتيست فنان. وشنو الفن تاعك؟ واش تقدم فن؟ الفن كيفاش واش كلاسي 3ايام طابلو تاع بلو اسمه محمد طابلو اكريليك هذا واسمه محمد تايتل محمد اكفام. سما الكومبيتيسيون هذه فات في الفيسبوك خلصت فيها 3ايام في لاس فيغاس. 3ايام مونديال. علاش انا نعطيك فنان ممثل جزائري. نعم تعرف ولا ما تعرفوش خذ راحتك. امين عبد الله. امين عبد الله. امين عبد الله. بالك بارفي نعرفه سيري سارتون. نوريك صورته. معليش يلا نوريك صورته. وي شكوني؟ واش رايك فيه؟ الله يبارك ما شاء الله. ارتيست وزورنا في عمارة الحاج الاخضر نورمالمون. محلي خويا شكون اللي كنت تحكي عليه هذا؟ امين عبد الله. ما درنا والو. شغل امين عبد الله جبد على روحه راك شايف عقلته بيان سير يلا فاصون تبارلي شغل عفا ماجوريتي لا بلي بار دي طون يعرفوني من الحس تاعي وهذا قلت قابض لاس فيغاس يتم. كان حاجه في لا فيزيك الشبيه يجذب الشبيه. صح صادير اتس اباوت فيبريشن. لو كان ما جيناش في السيم فيبريشن ما تلاقاوش. اتس اوكي اتس اوكي. سودو كنقول لك انايا انت كوم تاع ارتست كلاسي 3ايام في لاس فيغاس واش تقدر تقول لخونا امين عبد الله؟ ان شاء الله العالميه. الله يحفظك ان شاء الله العالميه. فين نشوفوا في نتفليكس ولا ان شاء الله بوركو با هذا تحطوا على الجرح يا برا حبه. اليوم انا نسقت على فنان جزائري واسمه امين عبد الله. امين عبد الله سقساه هي عليه تعرفه ملاح. انت ما تعرفي؟ لا شفته في الفهمه برك تعلمها كي دايرت لي فلينا ومقادر يكون بزاف خير من هكاك. فلينا ومقادر يكون بزاف خير من هكاك. قادر يدوني اكثر. اكزاكتلي صافي بروبليم تاع لي سيناريست وكامل وما عنده على واش يقولوا له دير يدير فنان شغل ما يقدر يربطوا لا سيناريست لا مخرج لا والو. التمثيل يخرج من العينين كتخزري في بنادم في عينيه تعرفي لا يعرف يمثل ما يعرفش يمثل. قادر يكون بالك هكا بنادم جايز نورمال يضحكك قادر يقعد يسام ويسي يضحكك ما يضحككش. صح انت يا امين يضحكك ولا ما يضحكك؟ نورمال نورمال. واش تقولي له كنا نشوفك في هذا الكاميرا خويا علي ما كتهضروا. امين عبد الله. واش بيه امين عبد الله يعجبك؟ ما يعجبني عندها الحق وش هدوه امين عبدالله شا قد بح قادر يكون خير قادر يمت خير تقول لي البليدة بلا بليدة قاي غني قاي يقول ما عنده ما يمت. هذا هو الاخر تاعه وش يسيد يمت. مقيدين الله غالب كاين سيناريس كاين مخرج صح ولا غير نفس الهضره كانت تقول بصح علاش قلنا قلت لها سيناريس دي فوا من عند الله غالب ودي فوا كي نخدموا بلا امبروفيزاسيون بو دوني من عندنا بصح كي يكون سيناريو ولا ما تقدريش تخرجي له سيناريو فوالا صح هذوك واش تقولي له؟ زيد من ذاك قول له كنا ويشوف فيك امين عبد الله. والله غير نقول لك واش نقول له؟ نقول له من رجال مفخره وليس من رجال مقبره. الإنسان كيكون هو عنده فصاحة اللسان في الميدان يدور به ملائكة واللي ما عندوش فصاحة اللسان في الميدان واش يدور به غير ذبان تعجبني الطريقة تاعو ولكن هذه هي الأمور تاع الدنيا. السلام ورحمة الله. رانا نسقسوا على أمين عبد الله واش رايك فيه خويا العزيز؟ ما هكا والو ما يعجبك؟ نورمال ممثل عادي ماهوش فريمون عادي. أنا عنده طريقات إيجابية معايا. أنت يعجبك؟ لا الحمد لله نعمة ولكن يعني واش تقدر تقول لهذا الشخص؟ واش نقول له؟ كل واحد وضميره في الكلام تاعو.
وهذا عقلته ولا ما عقلته؟ عندنا السنين ما شوفنا السنين اه اكتهدر عليه امين عبد الله ايه هذا اكتهدر عليه ولا على اللي قلت لك ما كتاش كيفاه. على كل حال نقول لك يعطيك الصحه وصحه فطورك وصحه رمضانك وروحوا غير واحده واحده وعلى بالكم رمضان عباده صيام وعباده ماشي لهفه. ما تبقاش تتخلعوا في روحكم شربات وزيت والدنيا والتجاره. روحوا غير بالعقل خويا ياسين نقول لهم غير بالعقل حبه حبه ولا خصكم الزلابيه والقلب اللوز والشربات مرحبا وهنا امين ارواحوا والله غير ارواحوا ما كحتى مشكل ربي يعطيك امين الله يستر خويا ياسين ويعطيك الصحه ونشكر ليكيب اللي تات كيما يقولوا لي تات هذوما رجال الخفاء اللي شادين لنا الكاميرات نشكر المصور رحيم مقنين اللي راهو تحت سخانه وعبد السامع ايضا الله يبارك اللي راه معنا وحتى المركب مدني بالقاسم. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقه اليوم نلتقي غدا باذن الله مع عدد اخر من برنامج وش رايك فيا صح فطوركم والسلام عليكم.